بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. بيان إعلان تشكيل كتيبة زيد بن حارثة. أنا النقيب المصلي رجب الخضر من مرتبات الفرقة 14 قوات خاصة الفوج 556، وهذه هويتي. وأنا الملازم أول محمود عجيني من مرتبات الفرقة السابعة اللواء 121، وهذه هويتي. نعلن مع مجموعة من الضباط وصف ضباط والأفراد انشقاقنا على العصابة الأسدية المجرمة وانضمامنا إلى الجيش السوري الحر، وذلك ردا على الجرائم الوحشية المرتكبة بحق شعبنا المدني الأعزل. ونحن بدورنا نعاهد الله والشعب على حماية ثورتنا وأعراضنا بكل ما أوتينا من قوة، والله على ما نقول شهيد. الله أكبر ولله الحمد.